الاكل كمان، الاكل مهم جدا يا جماعه، انه الناس تخلي بالها من اكلها وما تستهينش بده وتدقق مهما كانت الحاله المعيشيه والاجتماعيه. خلي بالك من صحتك، لان الحقيقه الاكل هو البوابه الاولى للامراض اللي بتستوطن الجسد. يعني معظم الامراض يعني طبعا لها اسباب مختلفه، لكن الاكل تحديدا من أهم الأسباب والبوابات اللي بتؤدي إلى الأمراض اللي بتنتشر بشكل كبير. المشهد اللي هتشوفوه ده، شوفوا بقى كمية الأكل دي، حملة، والحملة يعني مراسلتنا كانت مع الحملة، وشوفوا إزاي حتى الأختام، إحنا قلنا لكم قبل كده الختم الأحمر ده مش باين منه حاجة إلا اللون الأحمر، وبالتالي تزويره سهل جدا. الناس المهم إنها بتزور الاختام علشان الناس تطمئن، يعني هتلاقي اللون الاحمر اللي هو الختم ده موجود، لكن اللحمه فاسده. والحمله قامت بضبط كميات كبيره من اللحوم الفاسده والفراخ الفاسده، ده في الاسماعيليه هنشوفه. حملة تموينية مكبرة بمحافظة الإسماعيلية بقيادة رئيس مباحث الحملة التموينية ولاء رضوان. احنا دلوقتي موجودين في المحافظة، ودي تعتبر يعني الحملة الأولى التي يتم بها كشف أختام مزورة بعد تحديث الأختام. في لحوم بقري، في لحوم جملي، لحوم ماعز أبيض، وأيضا لحوم بها أختام مزورة. يمكن يا دكتور يعني دي تقريبا أول حملة تحصل ويكون فيها اختام مزوره. فعلا احنا من المحافظات الاولى اللي تم اكتشاف اختام مزوره في المحافظه، وتم ضبط اللحوم التي تمت باختام هذه الاختام المزوره من حوالي، دي ثالث، احنا عملنا ثلاث ضبطيات، كان حوالي من 10 ايام كان في ضبطيه في التل الكبير، كان لحم جملي برضو، كان بالامس في ضبطيه في سوق القصاصين عباره عن لحوم بقري مختومه بختم مزور في قلب السوق، وكان برضو بره في ماعز ابيض مش مختوم مذبوح ومش مختوم باي اختام. بيتم عمل حملات مكبره بناء على تعليمات السيد الوزير المحافظ بالنسبه للاختام اللي هي المزوره. جالنا الشهر اللي فات ان في اختام اتغيرت، واحنا بننزل حملات مكبره، بننزل نشوف الاختام المزوره، وبيبقى معانا دكاتره بيطريين بيكتشفوا هم الحاجات دي لان ده تخصصهم هم، وبينزل معانا مفتشين من الصحه، بناخد الاحراز دي بنحتفظ بيها في الثلاجه، تعمل بكامل طاقتها لحد ما يجي تقرير النيابه اذا كان هيجي بالاعدام او باعاده بيعها مره اخرى بالاسعار الموجوده في السوق. انتوا لما دخلتوا وتم ضبطهم لقيتوهم كانوا بيعملوا ايه في السوق؟ هم كانوا فاتحين اكياس من على الكميات، كان كميات كبيره، وكان بيعيد تعبئتها وبيعمل منها فراخ بانيه وبيقطع وبيبتدي يعيد تشكيلها. هو معهوش اولا رخصه تصنيع، وما ينفعش هو يحل الحاجات المتجمده دي ان هو يشتغل بيها تصنيع. احنا شايفين كمان يعني في دم وشامين ريحه يعني مش مظبوط. ما هو ده اللي احنا، ما علشان كده احنا حرزنا الكميات دي عند الراجل واتصلنا بيهم وجم واخدناهم معانا وعناها في ثلاجه لحد ما يجي قرار النيابه. بيعملها رغم يعني الرائحه الكريهه اللي طالعه دي، وبيدي بقى كميه تتبيله وحاجات بيشغلها مع المطاعم وبيتبل وبيعيد تصنيعها وتشكيلها من اول وجديد، بيدخلها في الشاورما والفراخ البانيه والناجتس اللي في المحلات والمطاعم. نصيحه بقى للناس، يعني تعرف ازاي برضو اللحمه اذا كانت فاسده او الفراخ او لا؟ هو المشكله لو اعاد تعبئتها وتصنيعها من اول وجديد وعمل الحاجات، لو اتشال منها العظم ما بتبانش، لكن هي لو هي مجمده كده لما بيجي تطبخها بتعمل ريم وبيبقى لونها غامق ويبقى ليها ريحه. دكتور عايزين نوضح برضو المشاهد الفرق ما بين الختم المزور والختم الاصلي للحمه، هنا ايه؟ هنا قدامنا ده ختم مجزر ابو خليفه الاسماعيليه، والختم ده ختم صحيح. الختم دوت اسمه ختم البصمه الجديده، الاختام الجديده اللي بدات من يوم 14/1/2018 استعمال الاختام في محافظه الاسماعيليه وجميع محافظات الجمهوريه.
الختم بيكون من 5 لقم زي ما احنا شايفين. في عندي 3 لقم ثابتين اللي هي الكود واسم المجزر وارقام، هنا الكود واسم الموزع ارقام التليفون، وفي عندي ان هو جيم الف ده جاموسي، وفي عندي ان هو سين لام ده محافظه الاسماعيليه، دول ثابتين. وعندي ان هو العلامه السريه اللي احنا بنقول في علامتين تانيين متغيرين اللي هي العلامه السريه واليوم. اليوم هنا احنا كنا بنكتب الاربع والاثنين والكلام ده، بس هنا بنرمز دي باليوم 1 2 3 4 5. بدايه الاسبوع عندي من يوم السبت 1 ونهايته يوم الجمعه رقم 7. عندنا حالة من حالات المتابعة لملف ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق بشكل كبير، وإحنا ماشيين المنظومة على أكتر من محور بحيث نضمن دائما إن إحنا عيننا على موضوع الصلاحية والجودة وعدم وجود غش تجاري في التعامل مع المنتج اللي بيوصل للمواطن. ضبط الأسعار لقيناها ممكن استخدامه لهذا الموضوع هو مزيد ومزيد من المنافذ اللي تحت سيطرتنا اللي بيعرض فيها منتجات احنا نقدر نسيطر على اسعار. هذه المنافذ موجوده مغطيه جزء كبير او من السلع الاساسيه، يعني مغطيه احنا اللحوم البلدي، مغطيه كل المواد التموينيه اللي بيعتمد عليها المواطن. بغلق محلات وبغلق مؤسسات طالما بدا يلعب في قصه غش المواطن او صلاحيه المزاح، على طول احنا بنبقى حاسمين جدا معاه بالقانون طبعا، في بحيث ان ما تنتشرش ظاهره غش المواطن. هو مش كفايه على المواطن ان في ناس بتزود عليه سعر، كمان تزود عليه سعر وتاكله حاجه مش مظبوطه او تديله سلعه بتستغل ان هو ما عندوش درايه معينه ولا بتاع، احنا اصحاب احنا بنواجه الكلام ده بحسم شديد جدا. تاني وتالت يا جماعة، ما بتشوفوا هذه المشاهد، الأكل الفاسد بيدمر صحة المواطنين، والناس طبعا بتشوف إيه اللي ممكن تجيبه بتمن أقل، والناس بسيطة حاجتها المعيشية ودخلها. فشوفوا بقى يعني، وهنا بقول لك يعني في مع الفراخ البانيه والكبدة والسجق والمخ والحواوشي والحاجات اللي انت بتاكلها والفراخ مع التوابل، بتضيع الرائحة الفجة بسبب ان الاكل بايظ وفاسد. وبالتالي الحملات دي مطلوبة بكثرة هذه الايام، وكمان اهم حاجة هي رقابة المواطن نفسه، يعني عليه ان يتأكد جيدا، يعني حتى لو هتتعب شوية في التأكد. صحيح احوال الناس المعيشية والاجتماعية بتضغط عليهم جدا وبتخليه يمكن انه يقبل هذه السلع بأسعار زهيدة، بس أنا سامع المحافظ بيقول يعني الأسعار غالية كمان وهنخلي الناس تتسمم وتاكل أكل فاسد،